لكن المهم في موضوع السفير هو الإشارة التي ينبغي أن يلتقطها السودانيون والمهتمون، هو أن كيف ترتب الولايات المتحدة الأمريكية أولوياتها في السودان. من الأشياء التي يغفل عنها كثير من المحللين أن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه العموم لديها 3 أولويات رئيسية في العالم، وهذا أمر ليس سرا. أولويات الأولى هي قضية الأمن القومي، الناشونال سيكوريتي. والناشونال سيكوريتي ما معني به الداخل الأمريكي، يعني به المصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتقاطعاتها مع مصالح الدول الأخرى في العالم، يعني كيف ما كان هذا الموقع من العالم. ثم الوضع الاقتصادي أو الاهتمامات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وللشركات الأمريكية. ثم تأتي قضية الديمقراطية والحريات وكذا. يعني من يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم قضية الحرية والديمقراطية على مصالحها الاقتصادية أو مصالح الأمن القومي أو فلنقل حتى مصالح الأمن القومي لحلفائها، فهو لا يعرف الولايات المتحدة الأمريكية. والدليل، وهذا موضوع جانبي فقط، أنه حينما فازت حماس في فلسطين في 2006 لم تعترف الولايات المتحدة بنتائج الانتخابات، لأن ذلك كان يعني تهديد مصالح الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة وهو إسرائيل. إذا نعود إلى الموضوع السوداني، من الواضح من خلفية السفير المهنية والعملية، دعنا نقول أن قضية الأساسية للولايات المتحدة في الإقليم وفي السودان هي قضية الناشونال سيكوريتي، قضية الأمن القومي الأمريكي في المنطقة، وهو بهذا المعنى يتصل بالتنافس الأمريكي مع دولتين الآن يجري على قدم وساق، مع روسيا ومع الصين، وبالتالي أيضا تأتي تلقائيا قضية التعاون الاقتصادي، ثم من بعد ذلك الكلام المتعلق بالتحول الديمقراطي ودعمه. هذه هي تقريبا الأولويات التي سيعمل عليها السفير، وبحكم معرفته بكثير من القضايا المتعلقة بالإرهاب ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وخلافه، سينخرط بلا شك في تعاون أكثر مع المؤسسات والأجهزة السودانية القائمة، سواء متمثلة في يعني القوات المسلحة السودانية أو أجهزة المخابرات أو خلافه.